تحظى منظومة الخدمات الصحية باهتمام عالمي ومحلي على حد سواء مع ظهور جائحة فيروس كورونا والتي خلفت أكثر من 1,000,000 حالة وفاة خلال بضعة أشهر. وتساقا مع ذلك، أعدت الحكومة المصرية خططا طموحة للارتقاء بقطاع الصحة والتي تمثلت أهم ملامحها وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، منها زيادة استثمارات قطاع الصحة بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2020-2021، واستكمال المرحلة الأولى من مبادرة التأمين الصحي الشامل بتكلفة 6.1 مليار جنيه، وتنفيذ المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات. تهدف خطة الحكومة للتوسع في إتاحة الخدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة، وزيادة أسرة رعاية أو الرعاية المركزة بنسبة 77% وأسرة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة 87% وميكنة 23 مستشفى جامعي وتجهيزه بالمعدات. لمزيد من المتابعة والنقاش في هذا الشأن ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمد منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني. دكتور محمد، في البداية برحب بحضرتك على شاشة إكسترا نيوز. يعني قبل الحديث عن خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية، يعني دعنا نبدأ بما قامت به الدولة بداية في التعامل مع جائحة كورونا والتصدي لهذه الجائحة، التطوير وتوفير يمكن أسرة الرعاية المركزة وغيرها للتعامل مع هذه الجائحة تحديدا. الحقيقة أن الدولة نجحت نجاح مبهر، وكان أول نجاح حقيقي احنا شفناه قبل جائحة كورونا كان مع الفيروس، ودي كانت صحيح. أول مبادرة رئاسية كانت عظيمة جدا، لأن مصر كانت يعني أكثر الدول إصابة بفيروس وانتشار ومشاكل الكبد الحقيقة. وده ابتدى في 2013-2014، كانت البدايات عظيمة، وكان الأدوية في الخارج، وكان ده كان بداية ظهور الدواء العالمي في الخارج، دي كانت البداية لديهم. وكانت العبوة بتباع بحوالي 35,000 دولار، وبعدين تجد عليها كثير من يعني الأنماط العلاجية البروتوكولات اللي هي تخطط 60,000 و70,000 دولار للعبوة الاستهلاك الشهري. يعني إذا كان الأرقام مذهلة. العبوة كانت في مصر يعني مجانا في قطاعات الكبد المصرية، ويعني لما تم الانتاج في مصر كانت العبوات في حدود ال 1000 جنيه، والنهارده نزلت ل 600 جنيه اللي هو عايز يتعالج مع نفسه بدون، وما كانش في قوائم انتظار في البدايه، طبعا كان طبيعي كان قوائم انتظار، لكن النجاح المصري فيها كان مبهر للسيطره على هذا الحدث الحقيقي. طيب دكتور محمد، بعد كده ظهرت مبادرات كثيره، يعني المبادرات الصح والام والسمنة، وكانت مبادرات كلها يعني جزء منها توعوي وجزء منها تنفيذي على ارض الواقع في السيارات المتنقله. لما جت جائحه كورونا كان الوضع يعني الحقيقه مخيف، وكانت الناس مش متخيله يعني لما نيجي ننظر النهارده الى النتائج والنجاح المبهر اللي احنا وصلنا له ايضا في جائحه كورونا، صحيح ده لم يحدث في قطاعات كثيره وفي اماكن كثيره من العالم. صحيح. طيب دكتور محمد، يعني لو نتحدث عن خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي، يعني يمكن القطاع الصحي هو أكثر قطاع قريب للمواطن المصري، والمواطن المصري بيكون يلمس ثمار هذا القطاع بشكل كبير. حينما نتحدث عن زيادة استثمارات المتعلقة بالقطاع الصحي بنسبة 69%، ماذا يعني ذلك بالنسبة للمواطن المصري؟ في النهاية المواطن المصري لن يعي يعني هذه الأرقام، يعني هو له النتائج اللي على أرض الواقع. صحيح. فالنتائج المتاحة النهاردة لما تنظري إلى جائحة كورونا على سبيل المثال، أنت نجحتي نجاح طبيعي يعني عظيم، وفرتي البروتوكول العلاجي مجانا، كان عندك أسرة رعاية متاحة بسهولة،
قوائم الانتظار يعني الناس كانت بتتجدس في اماكن وتقل في اماكن اخرى متاح فيها، يعني كانوا بيركزوا في قطاعات بعينها او في اماكن مستشفيات بعينها. ان المنظومه كبرت جدا ودخلوا كل المستشفيات في مستشفيات الحكر والرعايه، فالموضوع قل بسرعه عظيمه جدا. البروتوكولات كانت ممكن تصل الى المنزل في بعض الاماكن في الدوله، فنجحنا ولم يكن عندنا تكدس في اساتذه الرعايه، بالرغم ان كان في شكل ازمه، كان يوجد شكل ازمه في البدايه، لكن الحقيقه الحمد لله وفي النهايه احنا وصلنا لهذا الامر. وفرنا دواء الريمديسيفير اللي هو اهم دواء للسيطره على الكورونا، احنا صنعناه، يعني احنا جالنا هذا الدواء وقمنا بتصنيعه ونصدره ل 125 دوله، وده من اهم الادويه اللي تستخدم في الرعايات في الحالات الحرجه، وله يعني قصه طويله، ومن اهم الادويه اللي بتساعد في السيطره على هذا المرض في الحالات الحرجه. فوفرنا هذا الدواء، يعني قمنا بتوفير هذا. النهارده بنتكلم على الامصال. الدوله بتدعو الناس، مش مصر كورونا، النهارده خلاص احنا جزء من البحث العلمي العالمي في الامصال. وزير الصحه خدت التطعيم، انت بتوفري التطعيم الرباعي وبتدعو الناس كلها انها تاخد هذا التطعيم. صحيح. فكل دي حاجات على ارض الواقع ملموسه. اما لما بنستثمر فده جزء من البنيه التحتيه العامه، لما هنزود سيارات الاسعاف ده شيء عظيم وهيبقى ملموس، لكن احنا بنتكلم على الحاجات الصارمه الحاده اللي بنحس بيها. صحيح صحيح. يعني حتى التوجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي دكتور محمد للاستعداد حتى للموجة الثانية من كوفيد 19 واضحة، والمواطن أصبح يعيها بشكل كبير. على كل حال دكتور محمد منيسي أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بطب القصر العيني، أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، كنت ضيفي عبر الهاتف، بشكر حضرتك جزيل الشكر.